ابو تريكه جوجي ابو تريكه اداله واحده كده من بتوع الشرهوم. ايه ده جوي؟ ايه يا تامر؟ بقالك ساعه ونص قاعد تتفرج على الماتش، سيبني شويه اتفرج على المسلسل. ايوه الماتش فاضل له خمس دقايق. هيفرق في ايه يعني الخمس دقايق دول؟ اتفرج يا جوي، الجون بيجي في ثانيه. شفتي؟ جه خلاص اتفرج على نص ساعة فرح، فين الأحداث؟ هقول لك إيه، أنا مبسوطة. أما أنت مش مبسوط بتتفرج ليه؟ مش عارف، في حاجة شداني كده، هموت وأعرف إيه اللي هيحصل بعد الفرح. قوم يا رز. بتقومي ترد أنت شوية. قوم يا سامر. ما تقلبيش ها؟ ألو؟ قبل شوية؟ حاضر، ثانية واحدة. شوية، تليفون علشانك. حصل حاجة؟ لا بحكي عن اللي هيحصل. ألو قبل شوقية؟ مين؟ أنا روحية أم خالد اللي عندك في الفصل. أهلا وسهلا، أخبار خالد إيه؟ بطل ينزل الفرن مع أبوه ونفسه اتسدت عن الأكل، ده حتى البطة ما بقاش يقدر يكملها، وبقاله ليلتين يعني أمه ما بينامش لما عينيه بقبقت، وكل ده بسببك. وطي الصوت شوية. بقول لك بطل ينزل الفرن مع أبوه. انت موطي صوتك كده ليه؟ علي مش سامعاكي. مش انت اللي قلتي لي وطي صوتك؟ مش ليكي. بص يا ام خالد، خالد ده احسن تلميذ عندي في الفصل، وبعدين انا لا يمكن اعمل اي حاجه تزعله، انا عارفاه حسيس كده زياده عن اللزوم، ويمكن يكون فاهم حاجه غلط كده ولا كده. الحقيقه يا شوقيه، ايه عملوا حاجه جديده، فتحوا البوفيه. كملي يا ام خالد كملي. بقول لك ايه، حلي مشكلتك مع خالد ابني، لحسن لنا ولا ابوه طايقين نستحمل كده طول النهار قاعد فوق الدولاب ونسكت. سلام. انا بحبك بس. مش معقول، مش معقول. في ايه يا تامر؟ ايه مش معقول؟ مفاجأة فظيعة يا شوقية، العريس طلع متجوز، حتة سسبنس. انما ايه؟ العريس اسمه سيد دانس مش سسبنس، وبعدين ما احنا عارفين انه متجوز من 10 حلقات فاتوا. السسبنس ايه؟ افتح يا داليا عشان بغير هدوم. افتح يا داليا. حاضر حاضر. ايوه مش جايبه تامر عبد الرحمن؟ منقوله مين؟ يبقى انت اللي اسمك شوقيه. هو في ايه؟ انا كلمتك في التليفون وقلت لك حلي مشكلتك مع خالد ابني. وانا ايه مشكلتي مع خالد ابنك؟ ما بينامش، بيفكر فيكي. هو بيفكر في قلب؟ اسالي روحك، ما انت اللي مشجعه على كده، الهدايا اللي كل يوم والتاني والكلام الحلو والحنيه، يبقى تشجيع ولا ايه؟ دي مسخره. طبعا انا كلمتك في التليفون وقلت لك الوضع هيبقى بايت من كتر العياط، كانت النتيجه بدل ما تزوديها نيلتيها اكتر. بصي الواد جاني مفطور من كتر العياط. خالد ده رومانسي قوي. بقول لك ايه، انا كان ممكن اروح لك المدرسه واعمل لك شوشره، لكن حلي نظامك مع خالد، المره الجايه انا ممكن اعمل حاجات كتير قوي. سلام. يا نهار اسود يا شوقيه، بتنظمي؟ مين يا داليا؟ ده بتاع النور، كان بيشوف العداد. العداد؟ هو بيشوفه كام مره في الشهر؟ يبقى بتاع الميه. وانت بقول لك ايه يا تامر، هو كان في حاجه كده يعني شوقيه يعني. داليا بقول لك ايه، انا مش فاضي للنقاش بتاعك انت وشوقيه ده، لازم تستوعبوا ان الكلام ده بيخليني مش مركز في الشغل، وانا عندي قضيه مهمه جدا لازم ابقى فايق لها. قضيه ايه؟ قضيه ايه؟ قضيه من النوع اللي بحبه، واحد قتل مراته لما اكتشف خيانتها ليه. يا نهار اسود، الراجل ده وامثاله بيثبتوا لنا ان مجتمعنا لسه بخير، راجل عنده كرامه، قفشها اول مره وهو بيتخونه وسامحها،
قفشها تاني مرة وهي بتخونه وبرضه سامحها، أما تالت مرة أكيد قتلها. لا سامحها. عشر مرة بقى الراجل ما استحملش ذبحها على طول. لا راجل جدع جدا. عموما أنا برضه ما يرضينش أزعلك. آه يا ستي عملت إيه شوقية؟ تصور وإحنا واقفين على الأسانسير راحت زقاني وداخلة قبلية. لا 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 عيب قوي عيب قوي اللي حصل ده. يا سيادة القاضي ماشي يا شوقية. السلام عليكم. ما عندناش مكوة. مكوة ايه يا حاج؟ انا مرسي ابو شوقية ما لقيتهاش هنا. خلي الحاجات دي لما تيجي تبقى تدهلا. شوقية مين؟ شوقية مرات ابنك. وانا مرسي انا حمامك. يا زين ما خلفت. والله بنت هايلة. واقف ليه يا راجل؟ اتفضل. اتفضل فين؟ انت ايه اللي بتعمله ده؟ اه صحيح ده احنا على السلم وما معيش مفتاح وما فيش حد هنا. منطقي جدا. كنت مستنيه ايه من جوازة كروتت في 3 أسابيع؟ اكيد شوقية واللي اسمه خالد ده كانوا بيحبوا بعض من زمان وما كانش معاهم فلوس يتجوزوا. شافت تامر وعرفت انه غني وقعته في حبالها عشان تعمل لها قرشين وبعدين تتخلص منه وتتجوز عشيقها. لا خبره. طب انا اعمل ايه دلوقتي بقى؟ تقولي لتامر يوم يقتلها ويضيع نفسه. اه وانا بقى اقف جنبه لغايه لما يخرج من محنته. ده انا عندي كام طقم جايباهم من باريس هيجننوا في المحكمه. افرضي بقى ما خرجش من محنته غير على حبل المشنقه. ومال ده انا عندي طقم اسود يهبل. بهرج. اقعد فين؟ لا ما ينفعش. خد بقى الحاجات دي علشان تبقى تديها شوقية وانا لازم اروح القهوة. اقعد. انت طاولة. اقعد نلعب. نلعب ايه؟ ما ينفعش. هنلعب فين على السلم؟ اقعد نلعب يا راجل. ولا مش قد اللعب؟ باين عليك حريف وهتجيب رجلي. العب العب. عادة بقى ولا محبوسة؟ لا قولي يا حبيبي. ايه؟ تفتكر السادات هيحارب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قلته بعبيدك يا رب. الموضوع ده لازم يتحل من غير ما تامر يعرف. خلاص واجهيها قولي لها إنك عرفتي كل حاجة وهدديها إنك هتقولي لتامر لو ما قطعتش علاقتها باللي اسمه خالد ده. لو بقى ما اعترفتش على الأقل هتخاف وتراجع نفسها. لا عندك حق. طب أنا همشي بقى دلوقتي؟ بس ساندي الكلام اللي قلته لك ده خطير. قصدك سر يعني وكده؟ بس عليك يا دودو مفكرك. بس ما تقلقيش انا نسيت كل اللي انت قلتيه. اوكي يلا باي باي. الو ياسر مش هتصدق ايه اللي بيحصل في تامر صاحبك دلوقتي. خشب خشب. يا سبحان الله اشمعنى دي اللي مركز فيها؟ ايه عبد الرحمن ايه اللي مقعدك كده على السلم؟ انت جيتي يا رؤية؟ جيت منين؟ ما انا جوه. انت جوه والراجل ده ما قعدني من الصبح على السلم. بعد يصول يا راجل فين الست جوه وتقعدني على السلم؟ عادي عادي. لا مش عادي دي محبوسه وخشب كمان. الله يصعب عليا الحاج عبد الرحمن ده وهو عيان. والعايه اللي عنده ده اسمه ايه؟ عنده محاسن. عايه خواجاتي. بيجي في النافوخ ويمسحه خالص ويخليه مش فاكر اي حاجه. اسمه زي ما تقولي كده زنايهر. زباهايهر. بن زهير يابا. بص يابا المرض ده بيخلي النافوخ عامل زي الليمونه البنزهير. ها شفت انت بقى دماغ ابو تامر ده كبير قد ايه؟ جواه بقى حته ليمونه قد كده. لما يعوز يفتكر حاجه يقعد يعصر في الليمونه يعصر في الليمونه لغايه ما يفتكر. كان بيعصر ولا لا يابا؟ صح ده عصرني عصر. وبعدين يابا المرض ده فعلا مرض خواجاتي. ليه؟ لانه الليمون البنزهير مستورد. الكيلو منه دلوقتي ب 10 جنيه. طبعا. بقول لك يابا ايه رايك نقف جنب الراجل ده ونساعده؟ يا ابن الايه؟ أول مرة تقول حاجة عادلة. إحنا نشغل له فلوسه
قبل ما ولاده يضحكوا عليه. الله، مش ده حماختي؟ يعني جحا اولى بلحم طوره. اسكت يا تور، انت عايز تستقرض الراجل اذا كنت انا ما سددتش معاه. ايه ده يابا، هو قلبك؟ اه غلبنا عشرتين، 10 طاولة خشب و10 دومنة صايمة. بقى راجل عند لطف يغلبك انت يا حاج. المعلم مرسي، المعلم مرسي المصنف في الاول في العمرانية في الطاولة، واللي مخرج من تحت ايده اجيال في الضمنة، يتغلب من راجل زي ده يابا؟ هو اللي حصل بقى. وصحيح الحاج عبد الرحمن ده راجل عنده بنزير في دماغه، انما في الحساب محدش يقدر يقف قصاده ابدا، عشان كده هو اختنى وبقى بالشكل ده. اه راجل عصابي. ما انا كمان يا واد راجل عصابي. طبعا يابا عصابي، ونصه تلات ارباع طبعا جامد. ما عشان كده بقى مش هسيب طرف العشرتين دول ابدا. اسمع، انت بكره تقعد في القهوه وتسيب لي الميكروباص اروح اجيبه والعبه هنا. 23 جنيه ده مبدئيا يابا. اسكت يا باف. وانت يا محاسن، انا عايزك بقى تعملي عزومه معتبره، اول مره الراجل ده هياكل عندنا هنا. لا بس مش اول مره ياكلوا اكلنا، انا كل ما ابعت حاجه لشوقيه ينسفوها ناس. بمناسبه شوقيه، انا عايزك تبعتي مفتقه تانيه غير اللي انا وديتها النهارده، الوليه يا اختي نسفتها نسف. على فكره برفمها مضروب برضه. شايف؟ حصل اشتري يا جماعه، ما بيطلعوا امتى؟ بقول لك ايه، انا لسه ما خلصتش غدا. الموضوع مش موضوع غدا. تامر هنا؟ تامر نايم جوه، صح اقول لك؟ لا انا عايزه اتكلم معاكي انت. خير ان شاء الله. ماما خالد جت امبارح وسالت عليكي. جت هنا؟ وقالت لي على كل حاجه. دي ست مخها تعبان ومجنونه. لا ده انت اعصابك جامده قوي. امال يا بنتي، لازم ابقى كده. انا اهم حاجه عندي في الدنيا مصلحه خالد، وامه بقى مش قادره تستوعب ده. يا سلام يا بنتي، خالد حبيبي ده مؤدب كده وحسيس ودمه خفيف وذكي، ده لدرجه بيفهمني من نظره عيني. يا حلاوه. امال يا بنتي انا بحبه ليه؟ بس المشكله بقى انه مش قادر يستوعب فكره جوازي دي، وفاكر ان ده هيأثر على حبي ليه. لكن حبك ليه مش هيتأثر خالص. خالص مستحيل. انا بس كل اللي عاوزاه ان هو يبتدي يقبل الوضع الجديد ده ويعتمد على نفسه شويه. وهو صحيح ما بيقبلش الوضع الجديد ده ليه؟ اصل اتعود يا بنتي انا ابقى جنبه في كل وقت، واخده في حضني لما يكون متضايق. حضنك؟ عشان يحس بالحنان. بس هو بقى اخد الموضوع على صدره كده وبقفش يعني، بس ان شاء الله هيبقى كويس وكل حاجه. لا ده انت مستبيعه خالص بقى. بقول لك ايه، انا ناقصه رغيك ولا ايه؟ زق عجلك يلا. زق. هبعت لك طبق بكره ان شاء الله. شويه؟ طبق ايه؟ سد الحنك باذن الله. امشي امشي امشي. ده ايه البت المحفوفه دي؟ يا نهار اسود، انبليفبل. مش كده وبس، دي كمان سندي بتقول ان داليا شافته وهو خارج من شقه شويه. مش ممكن، دي شكلها محترم جدا. لا ما هي خبت وشها اول ما شافته. هي مين دي؟ داليا. غبي مسكين تامر، مسكين ده لو عرف ممكن ينتحر ويقتلها. ايه ينتحر؟ يا نهار اسود، ده كده ممكن الجراج تكتب وتبقى فضيحه. انا كده ممكن مراتي تخليني اقطع علاقتي بيه خالص بعد ما ينتحر. غبي. ازيك يا رجاله؟ تامر، تامر حبيبي ازيك، انت عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ انت كويس؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. انا بس ما نامش بقالي يومين عشان عندي قضيه مهمه. عشان كده بقى. عشان كده ايه؟ عشان كده شكلك تعبان. يو لوك تايرد مان. بس يعني تخيل بقى في عز تركيز الواحد في القضايا والشغل يلاقي تركيزه بيتشتت في حاجات هايفه عبيطه. هايفه ازاي يعني؟ داليا يا سيدي بتطلع بقى القطط الفاطسه لشوقيه. شوقيه عملت، شوقيه سوت. انا معترف ان شوقيه غلطانه، انا معترف، بس اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اتبعها يعني؟ تامر انت غريب جدا، يعني احنا حسب ما عرفنا ان شوقيه غلطت في حاجه غلط كبير جدا. لا كبير ولا حاجه. انت عرفتوا منين؟ داليا قالت لنانسي ونانسي قالت لياسر. وانا قلت لهيس. لا لا الموضوع كده زاد عن حده بقى، دي اسرار البيوت. الو يا ديدي ازيك؟ دي زعلان منك جدا على فكره. ممكن تخليكي في البيت، انا جاي اتكلم معاكي. يلا باي. اي حاجه هايفه عبيطه عبيطه بتاخدها تكبرها. سلام. كول قوي تامر ده. فيري كول. كفايه هيثم، كفايه صحتك بقى. ايوه يا ام خالد، انا شوقيه، ممكن افهم انت جيتي عندي البيت ليه؟ لو انت لسه فاكره اساليني السؤال ده دلوقتي. امال هساله لك امتى يعني؟ وانا عندك. المهم انت عاوزه ايه مني دلوقتي؟ ما انا قلت لك. وانا قلت لك اني هحل المشكله. وانا قلت لك ان المشكله زادت.
طب انا نقلت فصل تاني، وانا كنت عايزين نعمل لكم ايه يعني؟ هو المدرسه فيهاش الا شوية وبس. وانت تنقلي وتودي وتجيبي ليه؟ لو انت فاكره نفسك ايه؟ وزير النقل. بقول لك ايه يا ام خالد؟ ما تجيبي خالد كده وتيجي تقعدوا عندي وانا افهمه انا ليه عملت كده. طب ما تخليها بكره بقى عشان ابو خالد يكون معانا، اصل عنده ورديه ليل النهارده. ما تجيبي مرات خالك بالمره. انت تعرفيها والنبي؟ بقول لك ايه؟ هي رحله وبعدين بطلي هز في دماغك كده، روشتيني يا شيخ عادتيني. بقول لك ايه؟ يلا هاتي الواد بسرعه وتعالي. طب اجيب بقى واجب الحساب تحله له بالمره. ابي. نعم. تفتكر لو سيد اخو شوقيه نصب عليا في فلوس هعرف اجيبها منه تاني؟ اولا اسمه ابي سيد، ثانيا اسمها أبلة شوقية، ثالثا ربنا يعوض عليك. داليا. ايه يا داليا الكلام اللي انت ماشيه تقوليه عن شوقية في كل حته ده؟ ده روحت اقعد مع اصحابي في الكافيه لقيتهم بيقولوا كلام غريب جدا. وانا اللي كنت فاكرك عقله وهتستوعبيها ويعني هتاخديها على قد عقلها. تامر انت ازاي واخد الموضوع بالبساطه دي؟ يا داليا يا حبيبتي، ما انا مش معقول من اول سنه جواز اخد اي موضوع هايف كده يعني واكبره كده، المركب مش هتمشي. لكن دي مش مشكله هايفه بالنسبه لك وبالنسبه لي. لازم تعرفي ان احنا بيئتنا وتربيتنا مختلفة تماما، وتربية شوقية وبيئتها لو استوعبتي هي جاية منين هتغفري لها اي حاجة ممكن تعملها، اي حاجة اي حاجة. ايه البيئة والتربية اللي تخلي واحدة محترمة تفضل على علاقة بواحد تاني غير جوزها بعد الجواز؟ بيئة شوقية. قبل شوقية قبل شوقية. خالد حبيبي عامل ايه؟ شفتي يا ماما قبل شوقيه ما تخنقش ولا حاجه. ايوه بس مش دي شوقيه اللي انا شفتها امبارح. نعم. ايوه انا جيت هنا امبارح وقابلت قبل شوقيه بس مش انت خالص. مش انا خالص وتخنت. ماشي يا داليا، اما وريتك روشتيني يا شيخه. المهم خلينا بقى في موضوعنا. في ايه؟ ليه قبل شوقيه غيرتيني في فصل؟ وانا زعلت في حاجه؟ لا يا حبيبي انا عمري ما زعل منك، واللي انا عملته ده عشان خاطر مصلحتك، لان مصلحتك تهمني لاني بحبك. سيبيني سيبيني. شويه لمس خفيف بسرعه. في يا هانم؟ ايه يا هانم اللي انا سمعته دلوقتي ده؟ هو فين؟ هو مين ده؟ خالد بيه يا هانم. خالد بيه فين؟ اهو ده انا هوديك في داهيه، ده انا هوديك ورا الشمس. شرفي كرامتي، انت ازاي ازاي انت ازاي صاحي لحد دلوقتي؟ مش في مدرسه الصبح؟ هو ده اللي انت جبتيني عشانه؟ ده مجنون قوي يا ابله. هو ده خالد؟ ما انا ما شفتوش قبل كده. بس هي دي مامته اللي شفتها. ممكن بقى افهم فيها انت وهي في ان داليا قالت لي ان انت زقتيها النهارده الصبح في الاسانسير. يا سلام. وايه بقى علاقه خالد بالموضوع؟ الحقيقه خالد يعني ملوش اي علاقه لانه طفل والاطفال يعني. ما تبعد يا ابني انت. ادينا ماشيين ما طلعناش بنتيجه مفيده ولا حلينا واجب الحساب، بس هنخرج من البيت المرسان ده. ممكن بقى تفهمني الموضوع؟ طبعا انا ما بلعتش موضوع الاسانسير ده بس هيعدي. يا ساتر، ده الحريم دول يودوا في داهيه. اه والله، بس انت احمد ربنا الحمد لله الموضوع كان ملموم. ياسر يعني ما حدش فاهم غلط غير انا وهيثم ونانسي وداليا بس. ياسر ومراتي وحماتي والعيال في النادي وزمايلي في الشغل بس. ياسر ويعني والعميل بتاعي بس زي الاول على فكره. اه والله، وسواق التاكسي اللي كنت راكب معاه لما عربيتي كانت عطلانه اتلمت على فكره، اتلمت. هتبقى فضيحه. الحمد لله انها اتلمت. حصل ايه في موضوع الراجل اللي قتل مراته؟ راجل غبي كسفني قدام وكيل النيابه. ايه ده؟ هي مراته كانت ماشيه معايا هي كمان؟ الراجل نظره ضعيف، دخل البيت قتل اخته وجوزها، افتكر مراته واحد غريب غبي. اه وطبعا دلوقتي بقى البيت فضي على مراته وتلاقيها اتجوزت عشقها. انا ماشي، خدني معاك. غبي، هو في ايه؟